السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الثانية من تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. قبل ما نبدأ، إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو بدون مقدمات زيادة. خلونا نكمل. أوكي، رجعنا هنا بعد ما خلصنا مرحلة القرية، هجوم القرية علينا، وحين يبغون نروح إلى منطقة فيها طاحونة هوائية. ياقوت احمر، يلا خلونا نكمل. متأكد ان ما في كنز هنا؟ اوكي، الكنوز الباقي. لحظة، هذه الكنوز ما اقدر اخذها الان. واحد احتاج مفتاح، والثاني احتاج اكون مع اشلي عشان اقدر اني اخذه. اوكي، الطاحونة انها هناك. طبعا هذه المنطقة الطاحونة جديدة على المنطقة، لأن في اللعبة الأصلية الطاحونة ما كانت موجودة أصلا في المكان، كما أذكر يعني، ممكن أكون غلطان بس يعني أذكر أنها ما كانت موجودة. عندي رصاص مرة ممتاز، فوضعنا تمام. نقتل هالسيدة هنا. أتوقع هنا في ميداليات تقدر تفتح الباب من هنا، بس انا عادي اقدر اروح من، تقدر انك تطلق على القفل من هنا من برا تفتح الباب تختصر على نفسك. بس انا بلعب اللعبة طبعا. شوف المبنى، لاني حاط الاعدادات على اقل شيء، لان كمبيوتري صراحة ما يستحمل، فالاشياء ما تسوي رندر الا من قريب. السلام عليكم يا حجي، خذ لك غفوة. نايس، خنزير لا تطلع صوت. قلادة لؤلؤية، دوري يعطوك أشياء. خمس نشاب، بس قنبلة يدوية. اوكي، لازم نرتب المكان كامل، نسوي الشنطة ممتازة للغاية. في واحدة هنا اذكر. في واحدة ثانية مو بعيدة من هنا. هذي طبعا الباب مسكر من هنا، نقدر نروح. وهذا مفتاح ما ناخذه الا بعدين في اللعبة. ايه، حتى يمكن تقدر تكسر القفل من هنا. ايوه تقدر، لا هو بس انا ما بكسره من هنا. نكمل زي ما تلعب اللعبة حقيقيا. خليني اتوقع التاجر بيكون هنا. ها، اول مرة، لا ما اتوقع بيكون هنا، الا المفروض يكون هنا. هذه ورقة الميداليات، ملاحظات طلبات الزرقاء يمكن تلقي. اوكي، تخلص من الميدالية الزرقاء منطقة بزراعة تنات 3 اسنبل. وهنا في قنبلة مفيدة بعدين لو خليت الأعداء اللي بيطلعوا يلحقوك. ياس، التاجر مو هنا حاليا، بعدين بيكون موجود. هذي بوم بوم، نايس. يبغونا نفتح الباب. هذا الشات قنامو، ممتاز. الناس هذي يبقى واحدة صح؟ اها، اذا نكون دان. ارى راد لو
كم اوت. تعالي اوريش. بوم بوم بوم. نايس. طبعا ما بروح من هنا. اذا رحنا من هنا دقيقه. اوه رجعت نزلت. اوكي غلطان. المفروض اني ما ارجع انزل. هنا اذكر كان في كنز يودينا ورا البيت. او ورا الكوخ. لا تسميه كوخ هذا. يس. بريق. اوكي الحين نقدر نفتح الباب. واه. واه. طبعا خذ هذا عشان لا ينكسر السكين. شو اسمه طبعا الحين لا اخذ هذا الايتم يهجم علي. ف هي وي جو. بس بسوي حركه خليهم يلحقوني. لا لا غلطان. اوكي مو هذا الباب. هيا حبيبي غلطت في الباب. تعال من تعال الحقني. بس ما بستخدم القنبلة. اوكي بروح هنا انا. الحقوني الحقوني. اي ستار. تعال منا. تعال. نايس. كده مات. دقيقة دقيقة. نو. ما خلصنا؟ أرالاد لو. ورع. خلصنا كده. نايس. لازم نقتل كل الاعداء كده تكون خلصنا. ليتس جو ننقذ اشلي. والله ما نقدر ننزل من هنا. Not a problem, we can go here. اوه نسيت صحيح من قابل التاجر في المتجر في المصنع القديم بعد ما ينقبض علينا مع لويس. طبعا هذا المكان تغير. هذا الكوخ اللي يصير فيه المحاصرة. اتوقع في شيء هنا من ورا. ما اذكر كنز او شيء زي كذا. او ممكن نحتاج مفتاح. لا ما نحتاج مفتاح. يمكن نفتح الباب نقدر. لا ما نقدر. اوكي لازم المفتاح بعدين. الى التقينا وانقذنا اشلي. ندف هذا بس. نايس راس بقرة. شكرا. المفروض يكون في اعداء هنا. نايس. اوف والله نسيت انا. ضغط اي لكن انا بس انصبت regardless. ادب 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 حجي خلاص. Sit down. Nice.
ممكن انك تشغل الفلاش لايت يا ليان. اوكي الحين هذا المكان كله قنابل اعظم من اللعبه الاصليه. الاصليه كانت سهل، في كم واحد ان دينا ما تقتله، بس هنا في اعداء كثيرين. طلقت عليك، ليش ما مات؟ يا نايس، انتبهت لي. برا اوف، ما مات. نايس، اوتش. كلا خلاص، استريح. استريح انت بقى يا حبيبي. نايس، نايس. اوكي في امو زين. ما مت؟ اي والله they keep coming. نايس، عوضنا كل الامو اللي خسرناه. بس نروح ذا البيت هنا. حجية، اوتش. تريحي، شكرا. أنا في صوت. هذا هذا كولكتبلز. نايس، شوت جان. يلا خلصنا، ممتاز. هذه بعد منطقة أكبر من ما كانت عليه في اللعبة الأصلية، أكبر بكثير. ها؟ يلا شغلها. باي باي. نايس. اوكي، هل في خاخ في كل مكان؟ ما انتبهت له. في صوت كنز. طبعا لفت الخريطة بعرف وين هو. اوكي نشوفه بعد شوي، دقيقة خلنا ناخذ كل الاشياء الموجودة. وهذا فخ ثاني محطوط زي ما دست عليه. ياقوت ازرق. هذا نحتاج مفتاح، ما نقدر نروح الحين. وهذا بعد نحتاج مفتاح حق الكنز. ما اذكر ايش داخل هالاشياء دولة، اتوقع كنوز. هيا بنا الى الداخل. This is the place. هذا بعد في شو اسمه، بغلينا لوك بيك. اذا نفك هذا في شخص قاعد يشدخ، طلع صوت.
ما شاء الله عندي أمو كثير. What's that noise? What is that noise? بس ليش الإزعاج؟ ليش تريح قلنا لك؟ نايس. اوكي هل آشلي موجودة هنا يا ترى؟ اكيد لا. عندنا مفاجأة ثانية. ووب موشي موشي آشلي. Ouch. That hurt, you know? It seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? What up? Joder, not this guy. Joder. Who are you? Yeah, stop right there. نسخة جديدة من Mr. X. شيف مندس مو شيف شيف. You are one of us now. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred. ستكون كبش الفداء. It begins now. Nice. Oh, what the fuck? You've been captured, Leon. Stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me. Picked the wrongest spot to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. يلا اسحب انت وياه. Like this before, huh? I guess you're here looking for someone. كيف عرفت؟ One more guess. Maybe some missing señorita. Ooh, suspicious. Young girl. Talk now. All right. See, heard chatter about moving a señorita. Moving her. إلى الكنيسة. But later, saw some men dragging someone to the old church. Hanging with you, not healthy. Oh, أنقذتك. Ouch. اسحبوه خنقوه. أب مو بس خانة كسر رقبتها ليان. ما يمزح يا ما في مزح يا ليان. Hey, we're not done here. Later, amigo. Later, alligator. Shit, they took my gear. Shit, they took his gear. خلاص راح الجاكيت. Luther 1. Condor 1 to Roost. I've located baby eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. Fishy, fishy, fishy. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. أحب الفلسفة يا ليان. الفصل الثاني. كوندر.
انا المفروض طفيت التعليمات. يبغى لي اطفي التعليمات. هذه اغراضك يا ليان. Let's go get it. Try me. تريح. وين هو راح؟ وين راح الفار؟ هذا الفار في مهمة لازم تقتل الفيران. وين راح؟ خلاص 1 out of 3 ما دام احنا اوريدي هنا. اوتش يا إلهي يا ليان. موت ضرب انا. خلاص استريح. كوندار رود الفار الأخير موجود هنا. أسمعتك. نايس نايس very nice. نسوي المهمة قبل لا تعطينا المهمة. أوكي نحتاج الحين نفتح الباب ونركب هناك. 1 2 3 4 Let's go. Boom. Baba boom. Nice. I'll be taking these back. Wow, عطونا أغراض كثيرة. خلنا نزيد جدولة بما أنها بدون فايدة. نحط هذا هنا. لحظة. Boom. 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 عندي a lot of knives. يبغى لنا نصلح السكين بعد تنكسر قريبا. هذا الباب الثالث اللي نحتاج. هذه الدرج الثالث اللي نحتاج نفتحه. ولا عندنا ولا مفتاح. كنا معلق الباب. اوكي خلصنا. Hey stranger. Over here stranger. Over here, stranger. Who's that? Who's that? Someone that will change your life, Leon. Let's do some business then, eh? Let's do them some business, eh? بندقية, nice. يقول لك كيف تحقق طلبات؟ I see you took care of a request. Yes, so I did. Thank you. Welcome, stranger. Deserves payment in kind. I've got something new for you, mate. هذا أول مرة استخدمته أو نشريته ما استخدم كثير قادف سهام. طبعاً نبغى نطور الشنطة أول شيء طبعاً. أكيد هذا أكثر شيء نحن نسوي. أوكي عندك لحظة عندي كنوز. عندي هذا وهذا. دقيقة لو جربنا نحط هذا. اوكي ما نقدر ما عندنا كفاية. خل نبيع هذا. ازرق واحمر. وين الاغلى؟ هذا يعطيني 12000 لو حطينا احمر. اوكي اتوقع نبيع الاحمر. لا لا دقيقة عندي احمر فخلي كذا نبيعه كذا افضل. بيع هذا نبيعك. بهذا بهذول بهذا بس نايس. مقايضة لحظة. خريطة الكنز مفيدة صراحة. انا اخذ البانيشر ما ابغى. ناخذ الريد ناين طبعا. دقيقة اقدر اشتري الريد ناين. الريد ناين مو موجود الحين. وناخذ ال لحظة. يس
the bullet straight through Boom. Their heads. Yes. Go on, take this as well. آه. Free of charge. يعطيك منظار بلاش. نايس. حاليا ما ابغى اسوي ابجريد لاي سلاح لاني ابغى هذا بغيره باخذ الريد ناين. اصلا اتوقع الريد ناين نقدر نحصله في البحيره كما اذكر. اوكي اتوقع هذا مكان ممتاز عشان نوقف. اتمنى الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.